من تونس عز الدين عقيل المحلل السياسي الليبي. عز، هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي لأي درجة هي كافية لرقابة توريد الأسلحة إلى داخل ليبيا والسيطرة على هذا البند الخطير في الصراع والنزاع داخل ليبيا؟ سيد عز. أخي الكريم، في ظني أنها ليست خطوة كافية أو إلى أي مدى هي كافية، ولكنها خطوة خطيرة. في ظني أن الرد قد جاء سريعا مع الاتحاد الأوروبي على روسيا التي اعتبرت أن القرار الذي مررته هو قرار غامض. هذا القرار ليس غامض، فهو سيساء استخدامه من جديد من جانب الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية، مثلما أساءوا استخدام القرار 1973 في العام 2011 الذي استخدموه في اغتيال شخصيات سياسية، مع أن ميثاق الأمم المتحدة يحرم ذلك كليا، وقد استخدموه في ضرب قوات عسكرية كانت في معسكراتها ولم تكن في مواجهة مع المدنيين، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لقتل تلك القوات باسم حماية المدنيين. وأيضا استخدموا في إسقاط الدولة الليبية سقوطا حر وتسليمها إلى ميليشيات جلها جهوي وقبلي وأغلبها وأقواها إرهابي وعصابات جريمة منظمة. وبالتالي في ظني هم سيستخدمون هذا القرار أيضا لإجهاض المشروع العسكري في تحرير البلاد. في ظني أن ألمانيا تحدثت عن حراسة جوية أيضا، وهم سيطبقون نو فلاي زون بطريقة غير مباشرة، لأنهم في هذا السياق لن يطبقوا فقط حظر السلاح، بل سيطبق أيضا بعد قليل، أو سيقولون بعد قليل، لأنهم ملزمون أيضا بتطبيق الهدنة أو بتطبيق وقف إطلاق النار، وهذا يعني نو فلاي زون حقيقية ومنع الطيران أو منع السلاح الذي يتفوق به الجيش على الميليشيات الآن وسلاح الجو. وبالتالي في ظني أنهم قد بدأوا عمليا في إساءة استخدام القرار 25/10 مثل ما أساءوا استخدام القرار 1973، وفي ظني أنهم في اتجاه الهيمنة على ليبيا واحتلال حقيقي للبلاد. شكرا جزيلا عز الدين عقيل، ضيفنا من تونس المحلل السياسي الليبي.